الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. أعيذكم بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعيذكم بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعيذكم بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعيذكم بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. أعيذكم بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. أعيذكم بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. أعيذكم بكلمات الله التامات من كل شيطان وهام ومن كل عين لام. أعيذكم بكلمات الله التامات من كل شيطان وهام ومن كل عين لام. أعيذكم بكلمات الله التامات من كل شيطان وهام ومن كل عين لام ومن كل عين لام ومن كل عين لام. أعيذكم بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إني أعيذهم بوجهك الكريم وكلماتك التامات من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك وبحمدك، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أعيذكم بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله أعيذكم بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله أعيذكم بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله بسم الله بسم الله. أعيذكم بالله وقدرته من شر ما تجدونه وتحاذرون. أعيذكم بالله وقدرته من شر ما تجدونه وتحاذرون.
أعيذكم بالله وقدرته من شر ما تجدونه وتحاذرون 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 بسم الله أرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل نفس أو عين حاسد أو عين حاسد الله يشفيكم بسم الله أرقيكم بسم الله أرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيكم بسم الله أرقيكم بسم الله أرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيكم بسم الله أرقيكم بسم الله يبريكم ومن كل داء يشفيكم ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين بسم الله يبريكم ومن كل داء يشفيكم ومن كل داء يشفيكم ومن كل داء يشفيكم ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين بسم الله يبريكم ومن شر كل داء يشفيكم ومن شر كل داء يشفيكم ومن شر كل داء يشفيكم ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين وشر كل ذي عين وشر كل ذي عين بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا بسم الله الكبير أعيذكم بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار بسم الله الكبير أعيذكم بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار بسم الله الكبير أعيذكم بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان بديع السماوات بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك أنا نشهد أنك أنت الله أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم رب الناس مذهب الباس مذهب الباس مذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس مذهب الباس مذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم أذهب البأس رب الناس اشف
أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم أذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم عافهم في أبدانهم، اللهم عافهم في أسماعهم، اللهم عافهم في أبصارهم، لا إله إلا أنت. اللهم عافهم في أبدانهم، اللهم عافهم في أسماعهم، اللهم عافهم في أبصارهم، لا إله إلا أنت. اللهم عافهم في أبدانهم، اللهم عافهم في أسماعهم، اللهم عافهم في أبصارهم، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واهدنا وارزقنا، واهدنا وارزقنا. اللهم برد على قلوبهم بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم نقِ قلوبهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اشف عبدك وأمتك وصدق رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف عبدك وأمتك وصدق رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف عبدك وأمتك وصدق رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. اللهم بارك عليهم وأذهب عنهم حر العين وبردها ووصبها. اللهم بارك عليهم وأذهب عنهم حر العين وبردها ووصبها. اللهم بارك عليهم وأذهب عنهم حر العين وبردها ووصبها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بك برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وذهاب همومنا وذهاب همومنا. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم،
برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث. الله الله ربنا لا نشرك به شيئا. حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء وشفاء من شفائك على الأوجاع وشفاء من شفائك على الأوجاع فتبرأ فتبرأ. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء وشفاء من شفائك على الأوجاع فتبرأ. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء وشفاء من شفائك على الأوجاع فتبرأ. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله لا 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 حول ولا قوة إلا بالله. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كن لنا جارا من الساحر وأحزابه وخلفائه أن يفرط علينا أحد منهم أن يفرط علينا أحد منهم أو يطغى. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كن لنا جارا من الساحر وأحزابه وخلفائه أن يفرط علينا أحد منهم أو يطغى.
عز جارك وجل فناؤك، ولا إله إلا أنت. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كلنا جارا من الساحر وأحزابه وخلفائه أن يفرط علينا أحد منهم أو يطغى. عز جارك وجل فناؤك ولا إله إلا أنت. الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز ممن نخاف ونحذر. نعوذ بالله الذي لا إله إلا هو ممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر عبيده السحرة ومن جنودهم ومن أتباعهم وأشياعهم من الجن والإنس. اللهم كن لنا جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز ممن نخاف ونحذر. نعوذ بالله الذي لا إله إلا هو ممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر عبيده السحرة وجنودهم وأتباعهم وأشياعهم من الجن والإنس. اللهم كن لنا جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز ممن نخاف ونحذر. نعوذ بالله الذي لا إله إلا هو ممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر عبيده السحرة ومن جنودهم وأتباعهم وأشياعهم من الجن والإنس. اللهم كن لنا جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إنا نجعلك في نحور الشياطين ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحور الشياطين ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحور الشياطين والسحرة ونعوذ بك من شرورهم، ونعوذ بك من شرورهم. أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم، اهزمهم وزلزلهم، اهزمهم وزلزلهم. اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم. اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، سريع الحساب، اهزمهم وزلزلهم، اهزمهم وزلزلهم، اهزمهم وزلزلهم. اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم أبطل أسحارا أصابتهم، اللهم أبطل سحرا يفرق بين الزوجين، اللهم أبطل كل سحر يفرق بين الزوجين، اللهم أبطل أسحار التفريق بين الزوجين وسحر الربط عن الزواج وسحر الربط عن الزوجة. اللهم أبطل سحر الربط عن الزوجة، اللهم أبطل كل سحر يربط الرجل عن زوجته، اللهم أبطل أسحار قتل وتدمير، اللهم أبطل كل سحر أرادوا فيه قتل المسحور،
اللهم أبطل أسحارا في القبور والمقابر، اللهم أبطل أسحارا أكلت وأسحارا شربت، اللهم أبطل كل سحر في جسد المسحور، اللهم أبطل عقدا في الأجساد، اللهم أبطل عقدا في البطون، اللهم أبطل عقدا في الأرحام والخواصر، اللهم أبطل عقدا في المخ والمخيخ، اللهم أبطل سحر الجهل والتخلف والجنون، اللهم أبطل أسحار الجهل، اللهم أبطل أسحار الجهل والتخلف والجنون، اللهم أبطل كل سحر أرادوا فيه قتلا وتدميرا، وسحرا أرادوا فيه الأمراض والأورام، اللهم وأخرج عينا نظرت وما بركت، اللهم أخرج كل عين نظرت للمعيون والمعيونة وما بركت عليهما، اللهم أخرج كل عين أصابت كل معيون في عقله، اللهم أخرج عينا أصابت على ذكاء العقول وعلى فراسة العقول وعلى جمال الوجوه، اللهم أخرج عينا أصابت المعيونة في وجهها، اللهم أخرج عينا أصابت جمال الوجه، اللهم أخرج عينا أصابت حسن الخلق، اللهم أخرج عينا أصابت المعيونة أصابتها في جمالها، اللهم وأخرج عينا أصابت المعيون في ماله وفي تجارته وفي تجارته، اللهم أخرج عينا أصابت المعيون على همة في طلب العلم وعلى توفيق وذكاء في العلم، اللهم أخرج كل عين أصابت كل معيون على ذاكرته، أصابت المعيون على ذاكرته على قوة الذاكرة، اللهم أخرج عينا أصابت على جمال الأصوات، اللهم أذهب حرارة العين، اللهم أذهب حرارة العيون من العروق، اللهم أخرج العين من كل عرق وشريان ومفصل وعظم في الجسد، اللهم أذهب ما سببته العين، اللهم أصلح ما أفسدته العين في الجسد، اللهم أذهب العين والحسد من الجسد، اللهم أذهب حرارة العيون من أجسادهم، اللهم أذهب حرارة العيون من أجسادهم، اللهم أخرج العين ومن تبعها، 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 اللهم أخرج العين ومن تبعها من جسد المعيون والمعيونة، اللهم أذهب عينا سببت هما وحزنا، اللهم اشرح صدورا ضاقت بسبب العين، اللهم أذهب حر العين من الأجساد، اللهم أذهب كل عين للصدور ضيقت، اللهم أذهب كل عين للصدور ضيقت وللأجساد أمرضت اللهم أذهب حرارة العين عن الجسد، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم وعلق قلوب المرضى بك، اللهم علق قلوب المرضى بك، اللهم علق قلوب المرضى بك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم لا تعلق قلوبهم بالرقاة وأحد من خلقك أبدا، اللهم اجعل هذا المرض سببا في قربهم إليك، اللهم أعنهم على تلاوة القرآن وأعنهم على ما في أجسادهم يا أرحم الراحمين، اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل على السحرة وأعوانهم، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ساحر يجدد السحر ويقوي من في الجسد، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا إليك، لا حول ولا قوة إلا إليك يا ذا الجلال والإكرام، لا حول لنا ولا قوة إلا إليك،
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم أبطل أسحار المسلمين أجمعين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، 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 اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم إني أعيذهم بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين ومن قهر الرجال. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. يكاد البرق يخطف أبصارهم، يكاد البرق يخطف أبصارهم، يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، قاموا، ولو شاء الله، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، وكنتم أمواتا فأحياكم، ثم يميتكم، ثم يميتكم، ثم يميتكم، ثم يميتكم، ثم يحييكم، ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، وكنتم أمواتا فأحياكم، فأحياكم، ثم يميتكم، ثم يميتكم، ثم يميتكم، ثم يميتكم، ثم يحييكم، ثم إليه ترجعون.
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم إليه ترجعون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد
العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال فاخرج منها قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين 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 قال فاخرج منها فإنك رجيم فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب ولهم عذاب واصب إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون يغلي في البطون كغلي الحميم 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 إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون يغلي في البطون يغلي في البطون كغلي الحميم يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود 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 ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق
أذلك خير النزلا أذلك خير النزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون.
قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وفجرنا فيها من العيون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك
فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، 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 فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. قل للذين كفروا ستغلبون، ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل للذين كفروا ستغلبون، ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. قال فاخرج منها فإنك رجيم، فاخرج منها فإنك رجيم، قال فاخرج منها فإنك رجيم، 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 فاخرج منها فإنك رجيم. قل اهبطوا منها جميعا، قل اهبطوا منها جميعا، قل اهبطوا منها جميعا، قل اهبطوا منها جميعا، اهبطوا منها جميعا، قل اهبطوا منها جميعا، قل اهبطوا منها جميعا، اهبطوا منها جميعا، قل اهبطوا منها جميعا، اهبطوا منها جميعا، قل اهبطوا منها، اهبطوا منها، اهبطوا منها، قل اهبطوا منها جميعا، قل اهبطوا منها جميعا. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قل اهبطوا منها، قل اهبطوا منها جميعا، قل اهبطوا منها جميعا، قل اهبطوا منها جميعا، اهبطوا منها جميعا، قل اهبطوا منها جميعا، اهبطوا منها جميعا، قل اهبطوا منها جميعا، قل اهبطوا منها جميعا، اهبطوا منها، اهبطوا منها جميعا، اهبطوا منها جميعا. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يخرج الحي من الميت، يخرج الحي من الميت، يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويحيي الأرض بعد موتها، ويحيي الأرض بعد موتها، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون، وكذلك تخرجون، وكذلك تخرجون، وكذلك تخرجون، وكذلك تخرجون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها،
بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون 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 وهم صاغرون إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا فتحا مبينا فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا فتحا مبينا إنا فتحنا لك 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 فتحا مبينا وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وفتح قريب وبشر المؤمنين وفتح قريب وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وفتح قريب وبشر المؤمنين وأخرى تحبونها نصر من الله نصر من الله نصر من الله نصر من الله وفتح قريب قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد 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 ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد 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 ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد فإذا النجوم طمست 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 النجوم طمست فإذا النجوم طمست خش عن أبصارهم خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث يخرجون من الأجداث يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر يخرجون من الأجداث يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد 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 ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. اللهم رب الناس، مذهب الباس، مذهب الباس، مذهب الباس، اشفهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفهم من كل عين ومن كل سحر، اللهم اشفهم من كل عين ومن كل سحر أصابهم. اللهم أذب أثر العيون وأبطل الأسحار، اللهم أبطل سحرا وعينا في الجسد، اللهم أبطل السحر وأخرج العين وأذهب أثرها من الجسد، اللهم أبطل كل سحر مأكول، اللهم أبطل كل سحر مأكول يفرق بين الزوجين، اللهم أبطل سحرا مأكولا يربط الرجل عن زوجته، اللهم أبطل سحرا مأكولا يجعل الزوجة لا تطيق زوجها، اللهم أبطل كل سحر مأكول يسبب الأمراض، اللهم أبطل أسحار الأورام والسرطان، اللهم أبطل سحر الأورام، اللهم أبطل سحرا أرادوا فيه ورما للمسحور والمسحورة، اللهم أبطل أسحار الشلل والإعاقة، اللهم أبطل سحر تدمير الصحة والعافية، اللهم أبطل أسحار الانتقام من المسحور والمسحورة، اللهم أبطل أسحارا يجلبون فيها المحبة، اللهم يا قوي يا متين أهلك خدام السحر، اللهم أهلكهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أهلك كل من يفرق بين الزوجين، اللهم أبطل أسحارا في الأجساد، وأسحارا عند أعتاب البيوت، وسحرا في بيت المسحور والمسحورة، اللهم أبطل أسحارا في السيارات، اللهم أبطل أسحارا في السيارات، اللهم أبطل أسحارا في بيوتهم، اللهم أبطل أسحارا في غرف نوم المسحورين، اللهم أبطل جميع الأسحار المأكولة والمشروبة والمدفونة، اللهم أبطل كل سحر في القبور والمقابر، اللهم أبطل سحرا علق على الأشجار في المقابر، اللهم أبطل أسحارا كفنت مع الموتى، يا ذا القوة والجبروت، الله أكبر على من سحر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على من سحر ودفن، الله أكبر على كل مارد وعفريت، وعلى كل جني وشيطان، الله أكبر على كل ساحر سكن الأجساد ويجدد العقد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الله أعز من خلقه جميعا،
الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز من خلقه جميعا، الله أكبر على من سحر ودفن ورش السحر وربط العقد، الله أكبر الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم عليه عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، 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 واشفهم شفاء لا يغادر سقما، أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت مولانا، أنت مولانا، أنت مولانا، أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين، يا قوي يا متين، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.